جدير بذكر أن تنفيذ هذه العقود تواجه صعوبات كبار، وهي الصعوبات اللي يتم تشخيصها ودراستها هي تعود في الأساس إلى وضعية التخزين في البلد اللي موجودون متهالك، غير بعد قاع المشكلة السعة، لأن ما عندنا سعة التخزين كافية حاجيات بلدنا، وهي يدركه كل حد. والله بعض الناس اللي مطلعة تعرف لأن الثمانينيات عندنا قدرة تخزينية وعندنا نسبة استهلاك ما يتخطى 300,000 طن. اليوم نستهلكوا 1,100,000 طن بدون أن يخلق تغيير واكب نسبة الاستهلاك اللي خلقت اليوم. اليوم نستهلكوا 1,100,000 طن، عندنا نفس القدرة الاستيعابية، ما حدنا نستهلكوا ولا 300,000 طن. وهذا كذلك من 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 تجلياته على ان هذه المنطقه الجنوبيه اللي تنقال نواكشوط وياسر سواد اعظم البلد، هذه يلا يعود عندها مخزون استراتيجي ملزم المورد لانه يتم دائما موجود، ولكن ما هم قدره تخزينيه في نواكشوط قاعد يخزن فيه حاجيات نواكشوط والمناطق اللي يلا تعود معاه. وبالتالي عندنا لجؤوا لاعلان هذا التخزين لن يعدل في نواذبه. كذلك المورد، وهذا يجريات المشاكل عادية لأن الإدارة تعطيه إذن لأنه يستعمل مخزونه الاستراتيجي ياك يزود الموزعين هم، بيعلن منطقة نواكشوط ما فيها قدرة تخزينية خلاف لنواذبه. كذلك هذه الإخلالات والضعف اللي عندنا في سعة التخزين على مستوى نواكشوط أي أدات بنا على أن عندنا لجوء لطريقة التموين عن طريق البيع داخل الخزانات، وهذه فيها ياثر المشاكل. أولا المورد سواء الأعظم اليوم للدول علاقة السوق فيه مع الموردين لأنهم يجيبوا المواد البترولية، غير إلين يتم إرساء البواخر في الموانئ ويتم تفريق شحناتهم يتموا ماشيين على المورد في حل لأنه تلاقي تابع رواية سوية شنهي، وتبدأ الدولة بطريقة اللي هامة يتعدل تبدأ المرحلة من ذاك. احنا مع الأسف بناء لنا ما عندنا طاقة تخزينية كافية، عاد فرع المورد من نفسه ما هن ولا يكتفي بشيء من المنتوج ويفرقوا في الخزانات، يقعد وهو اللي يسير، وهي يطرح ياثر من التكاليف الباهظة، يطرح ياثر من المشاكل بيننا احنا والمورد وبين السوق وبين الموزعين وتموينهم للسوق. وبالتالي هذه الاخلالات اللي ذكرت لك البعض منها هي ادات على ان المناقصه بعد قاع اللي نعلن هون في بلدنا اعلنها ما تلات عندها الجاذبيه اللي الله تعود عندها، بيعلن المؤسسات الكبيره قليل حد منها لا يقبل يجيب بواخر كبارات ما هون بليد يقدروا يصبوا فيها، ولا فيهم حد مصيب وقته ولا قابل انه يجي مولي اللي باع يقعد مولي يعود هو اللي يبيع ويسقطه. وبالتالي ما تلات المناقصات اللي نعدلوا ما تلات عندهم جاذبيه، وهذا يعود في الاساس كيف قلت في بدايه كلامي، يعود في الاساس لان ما عندنا طاقه تخزينيه كافيه. كذلك هذه المؤسسات الكبار ما يتحملوا على انهم يعودوا يسيروا منتوج مدور في خزانات ربما يعود ما يتماشى والنظم والمعايير اللي عندهم هم اللي خاصين بهم. وبالتالي هذا عاد الموردين اللي عندهم مناقصه دوليه ما يجينا منهم ياسر.